متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في دولة الإمارات العربية المتحدة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة أحوال جوية خاصة للحديث حول الإضطرابات الجوية القوية المتوقع أن تؤثر على العديد من مناطق الدولة خلال الفترة القادمة. طبعا سبب ومرد هذه الأحوال الجوية غير المستقرة هو وجود نظام جوي من الضغط الجوي المنخفض، إضافة إلى كتلة هوائية شديدة البرودة متموضعة في مناطق بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية، إضافة إلى امتداد لمنخفض جوي على سطح داخل مناطق الجزيرة العربية مترافق برطوبة كبيرة. هذا النظام الجوي والمنظومة الجوية كلها تؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة فوق العديد من المناطق حال تحرك هذا النظام الجوي نحو الشرق نحو داخل الأراضي العراقية ثم نهاية بالأراضي الإيرانية، وبالتالي توقع نشوء هذه الأحوال الجوية غير مستقرة في العديد من مناطق الجزيرة العربية لتصل بمشيئة الله إلى الدولة على جولتين. الجولة الأولى متوقع أن تؤثر مع ساعات ليل الجمعة على السبت وساعات صباح السبت تحديدا، الجولة الثانية متوقع أن تؤثر مع ساعات ليلة السبت على الأحد بمشيئة الله جالبة الأمطار الرعدية الغزيرة العواصف الرعدية القوية إلى العديد من المناطق. هذه الصورة تبين تحرك هذا النظام الجوي نحو الأراضي العراقية ثم الإيرانية نهاية، وبالتالي نشوء أحوال جوية غير مستقرة بمشيئة الله تعالى فوق العديد من مناطق الجزيرة العربية لتصل إلى الدولة على جولتين كما تحدثنا ساعات صباح السبت ومن جديد مع ساعات ليلة السبت على الأحد بمشيئة الله تعالى. ننتقل معكم الآن للحديث حول نظام محاكاة الأمطار الخاص بنا هنا في طقس العرب. هذا النظام يبين نشوء هذه السحب الرعدية مع ساعات مساء الجمعة إلى الشرق من السعودية وداخل مياه الخليج العربي تتحرك بمشيئة الله تعالى شرقا نحو الدولة لتشمل أجزاء عديدة من مدن أبوظبي دبي، كذلك الحال إمارة الشارقة خلال مرور ساعات الليل ومع ساعات صباح يوم السبت تشمل مناطق عديدة في الدولة. تكون هذه الأمطار بمشيئة الله تعالى متفاوت الشدة يصحبها زخات غزيرة أيضا بعض العواصف الرعدية القوية، تتركز خلال ساعات نهار السبت بمشيئة الله على مناطق جبال الحجر والحدود مع سلطنة عمان. لكن لاحظوا معي خلال ساعات نهار السبت هذا الحزام النشط من السحب الرعدية داخل مياه الخليج العربي وداخل المياه الإقليمية الخليج العربي تتحرك صوب مناطق الدولة مع ساعات ليلة السبت على الأحد بمشيئة الله، ومرفق هذا النظام الجوي الجديد من عدم الاستقرار بأمطار رعدية غزيرة في العديد من المناطق، كذلك حال هبوب رياح قوية رياح سطحية قوية ورياح هابطة قوية مرافقة لنشوء أيضا عواصف رعدية قوية تطال مناطق واسعة في الدولة بدءا من المناطق الجنوبية والغربية مرورا بساحل الخليج العربي وصولا إلى مناطق بحر عمان والحدود مع سلطنة عمان مع ساعات صباح يوم الأحد. نلاحظ معكم تحرك هذه المنظومة الجوية شرقا لتصل إلى سلطنة عمان مع ساعات نهار الأحد، وتبدأ مع ساعات نهار الأحد بعيد ظهر الأحد الأحوال الجوية بالتراجع غير مستقرة بالتراجع في الدولة، يعقب ذلك انخفاض كبير وملموس على الحارة لتصل العظمى في دبي يوم الاثنين إلى حدود 20 درجة مئوية بعد أن ترتفع إلى حدود 27 درجة مئوية يوم غد السبت. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.